بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سوره كه تلاوت خواهد شد ان شاء الله سوره نحل آیه 65 آیه 65 الى آیه 68 سوره النحل من الايه رقم 65 الى آیه رقم 68 سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام الزمان اجمعان بلند صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل
لأن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون صدق الله العلي العظيم.